نظمت هيئة البحرين للسياحة والمعارض في مجمع باب البحرين فعالية القرقعون وسط حضور لافت من قبل الكبار والصغار. الهيئة نظمت أيضا معرضا للصور والذي يتضمن العديد من الأنشطة الشعبية والترفيهية، وذلك في إطار برنامج الفعاليات الحافل الذي تنظمه هيئة البحرين للسياحة والمعارض تزامنا مع شهر رمضان الكريم، وبما يسهم في جذب المزيد من الزوار والسياح في سوق المنامة، إضافة إلى تعزيز الحراك السياحي والتجاري الذي يشهده هذا الشهر الكريم. هذا ودعا الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة الدكتور ناصر قائدي جميع المواطنين والمقيمين والزوار والسياح لزيارة هذه الفعاليات والتمتع بما تحتويها من أنشطة وبرامج تناسب جميع أفراد العائلة، مؤكدا أن الهيئة اتخذت جميع الاستعدادات اللازمة لتقديم هذه الفعاليات بما يحقق تطلعات الجميع، مشيرا إلى أن الهيئة تواصل حملاتها الترويجية التي تشمل مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لجميع الفعاليات التي تقام في البحرين خلال شهر رمضان الكريم.